جايين نحط التاتش بتاعنا. احمد ازاي قال لنا ان هب الكشري حصل معاه؟ جاي بيكلم مع البنت وهو قافل على بقه اللبانه، وفي الاخر اتعصب وراح رد عليها، واول ما رد عليها قالت له الكلام خلص معاك، احنا ما بنخبيش الريحه، احنا بنتخلص منها. اعترفت برساله حب كتبتها بالعربي الفصيح، سبتها له تحت الباب بس ما كتبتش اسمي. انا لو واحده بعتت لي رساله بالعربيه الفصحى هخاف، ابسطها جاسوسه. برافو على جرأتك، خدتي خطوه كبيره قوي في اللا شيء. عملتي زي اللي قعدت اربع ايام تعمل كيكه، وحطيت عليها كريمه سوداني فراوله وموز، عملتي كل حاجه وفي ثانيه. احمد الشرقاوي بعت لنا بيقول لنا ان هو بيخش دخله حلوه، تمام يعني سنتين، واول ما هتبص له هو بيك. انت اخدت اول خطوه وبصيت لها، خش بالضحكه. ابو بكر احمد انا عاجبني في الكومنت بتاعه ان هو دخل في المشكله على طول. انا مشكلتي الجرأه، في حاجات بتؤدي الى الجرأه. لابس كويس، ريحتك كويسه، مسرح شعرك كويس، ريح بقك نظيفه، هتحس انت بالثقه فهيجي لك جرأه. عامل بنت كواحد من اصحابك، سرق عليه، تهزر معاه، تحلق لها، احنا فعلا بنحب الواد الثقيل الذاتي، بنحب برضه الاهتمام. واحده اول ما تشوفها في حياتك محمد الخطاب، مشيت وراها قلت لها السلام عليكم، بتحصل، انا معجب بيكي. بتحصل، انا عايز اتقدم لك، ما بتحصلش. دي ما بتحصلش بالراحه، الجرأه حلوه بس لا اسمه تسرع. بي بيشنت بوي، بي بيشنت. في بنوته معايا في الكليه زي القمر، بس انا خايفه اروح اتكلم معاها عشان ما بقاش محروق قدام زمايلها، وبخاف تكسفني. ما تفرقش قدام صحابها ولا مش قدام صحابها، المهم ان انت تبقى جريء وتخش داخله صح. محمد صلاح كان في فرح وشاف البنت اللي هو بيحبها وكان جريء، كفايه ان هو راح قال لها انا بحبك، وهي كمان قالت انا بحبك من زمان. خلصانه بالشياكه؟ لا مش خلصانه بالشياكه. طلع عيشها بسيجاره، طلعت ورا قالت له هات نمرتك، وهو بيديها نمرته قربت بقى بتبص في الشاشه، فطلع ريحه السجاير في وشها. الظروف كلها وقفت في صالحك، ليه بقى حاجه زي ريحه بقى دي بوظ لها الدنيا كلها يا معلم؟ ريحه بقى مهمه والله العظيم. بنت انت قعدت تبص لها سنتين ونص، لما خدت الجراءه وتروح تكلمها تقول لها هو حضرتك معانا في سنه ثالثه؟ خش لها داخله صح، فكر شويه. مشكلته مع البنت بيحاول يقرب لها، لا هو عارف يوصل لها ولا هي عارفه توصل له. روح لها الجامعه، روح لها النادي، روح لها الدرس. هو جميل ونيته صافيه وحنين، بس عنده مشكله واحده ان هو تخين شويه. انا احب اقول لك كبنت انا ما ببصش على المناظر، هي الفكره في الثقه في النفس. صاحب اغلى حركه تقربك قال لك انا كسرت القلم بتاعها عشان تطلب القلم بتاعي، وفعلا طلبته بس قلت لها معيش غيره. اتنين سمايلي فيس ايد عامله كده، شات يور ماوس نو غام فيري سكوند. كلوز اب 12 ساعه انتعاش ل 12 حركه تقربك.